بسم الله والحمد لله. ربنا اشرح صدورنا للإسلام وبيض وجوهنا بالتمام والكمال، يا حنان يا منان يا هادي. سأصرف عن آيات، أي الآيات القرآنية والآيات الكلية، يعني آيات تاريخية حقيقية والآيات كونية اللي أغلب الناس عمي عنها، آية السماء والسماوات والشمس والقمر والنجوم، مش آيات يكون مهتم بها كمخلوقات من لدن الخالق الأوحد سبحانه وتعالى. أشكوك، أعطيونا فلسفة بتاعكم، شنو مدى اهتمامهم بآيات كونية؟ ثم حتى الحياة اليومية ما مش قادرين باش يحلوها، لا يعرفوا كيفاش يسألوا السؤال الوجيه، ولا يعرفوا شنية الأجوبة على ذلك السؤال إن كان له قيمة عند الرحمن. خذ سؤالاتهم تافهة، أسئلتهم دنيوية، أش طيبت؟ ربحت؟ تزوجت؟ أنجبت ولا لا؟ هذا تعتبر كلاب الشرق والغرب، نسأل الله السلامة.